في خطوة جديدة سلبية هذه المرة، تراجع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم 3 مراكز دفعة واحدة، وذلك خلال التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مشهد لم ينل إعجاب الجمهور المغربي العاشق لكرة القدم. ونشر الفيفا جدول الترتيب الخاص بتصنيف المنتخبات العالمية، والذي من خلاله تراجع المنتخب الوطني 3 مراكز ليحتل الرتبة 43 عالميا والخامسة في في مشهد يلخص بجلاء التراجع الكبير لمنتخبنا الوطني ما بعد مرحلة هيرفي رونار. للإشارة، فإن المنتخب الوطني المغربي يمر بمرحلة جديدة مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي إيرفي رونار باتجاه المملكة العربية السعودية عقب الإخفاق الأخير في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.